الرئيس عبد العزيز 6 أسابيع حراك الجزائريين كان بادي الاستقالة وإن شاء الله اللي جاي خير. وشنو لازم يتحاسبوا اللي سرقوا العصابة لازم يتحاسبوا، وكما يقولوا قايد صالح نسع ربيه يعني كان قوي، وهنا خفنا وقلنا بالك راح يدوروا عليه، مي وقف وقف مع الشعب. اللباس تاعي يعني لبسته ضروك سي لو سيمبول درابو الجيريان، يعني يتكلم هو بنفسه. نتمنى الاستقالة هذه تاع بوتفليقة يعني تبدأ من القاعدة، الاستقالات يبدأوا من القاعدة، باسكو الحقرة لي زالجيريا هذو اللي خرجوا 24 مليون خرجوا من القاعدة، من البلدية للولاية، كل الرشوة راهي منتشرة من البلدية، تبدأ من القاعدة.